بسم الله الرحمن الرحيم اليوم الأربعاء الموافق واحد تسعة عشرين واحد وعشرين من مجزر البساتين تم تحميل اليوم بفضل الله اثنى عشر طنا من لحوم صكوك الأضاحي لتوزيعها على المحافظات الآتية قنا ثلاثة طن الفيوم ثلاثة طن الدقهلية أربعة طن الوادي الجديد اثنين طن لتسليمها إلى السادة مديري المديريات والله الموفق السائق حمدي محمد كام يوم الأربعاء 1/9/2021 الفيوم 3 طن